لأنه حنا ما عايشين تا بزاف هاد البلاد، حنا ما عايشين والو غير تمارا والدمير. نشوفوا واش والدينا ما عندناش باش نهبطوا للمغرب، كنخبيو داكشي كاع. علاش؟ لأنه ما نقدروش نقولوا، غير يضحكوا علينا الناس. صباح الخير عليكم احباب، صباح عليكم. مزيان عقلتوا على هادي؟ فاش كنت درت لكم واحد الفيديو كان ضرب واحد البريوس، المهم راه يلا صلح حالو خونا، ما تعطلاش عليه تقريبا في جوج سيمانات. دير لكم فيديو، ما عرفتش علاش دير فيديو، ولكن المهم اللي عارف هو انه راني خارج ندير شويه ديال السبور. شحال هادي وعندنا غير الشتاء، حيت حنا ما كانتش عندنا ديك العاصفه اللي كنت شفت في الاخبار، فخرجت الشميشه بزاف وقلت والله تمشي نجري، واخا تنمول في تنجري حتى في الشتاء، يعني ديما جرى. داكشي علاش بغيت نقول كاع الناس اللي كيتفرجوا فيا سواء في ميريكان ولا في المغرب ولا فين ما كنتي، نوض اخويا جري، نوض اختي جري. بارك عليك من فيسبوك، وبارك عليك من الازواج والمطلقات، هذا صدق الاخر صيفط الاخر، هذا دار الاخر، هذا فعل الاخر، المواضيع الفاسده هذه موتيفاسيون، فهمتيني؟ جري. المهم مرحبا بكم معنا من سياتل واشنطن ستيت. الجموش مش الحمد لله داكشي زين زازلوز، لكن بالنسبه لي انا صراحه كنبقى نميل بزاف للجري، ما عرفتش من المغرب يعني. ملي كنت صغير عزيز عليا نبقى نمشي نجري في الجبال، نمشي نجري في الغابات، عزيز عليا نمشي نجري، كنفضل الجرى انا اكثر من لاصار. واخا لاصار زوون وراء سنوات وحنا كنمشيو ليه، ولكن سبحان الله الجري ما تشوف ام الرياضه، هادشي علاش. فوالله الا عرفتي الشميشه هادي فوقاش ما شفتهاش، ما نكذبش عليكم، خاصنا شويه ديال الفيتامين. زيد شمشي مؤخرا كيجوني بزاف ديال الميساجات، الا ما كنتيش كتفرج فيا في الانستغرام، ما متابعنيش في الانستغرام، راه هاد الفيديو كنحطه في الفيسبوك، واخا مازال ما حطيتش في اليوتيوب، ولكن ان شاء الله في هاد الاسابيع الجايه غنبقى نحط لكم في الفيديوهات في اليوتيوب واحد النوع يعجبكم بزاف، خلي لكم مفاجاه. كنتيش في الانستغرام، دخل الانستغرام كندير اللايفات تما، داكشي اللي كتشوفوا في اللايفات راه تيكونوا في الانستغرام، تيكونوا ستوريات، تيكونوا بحال هاد الفيديوهات موتيفاسيون الحياه كلشي. كاينين بزاف الناس ولاو مؤخرا كيهضروا غير على الزواج، كيفاش نتزوج نجي لميريكان، كيفاش نقاد الوراق، علاش هذيك ختنا دارت لهذاك خونا شي حاجه، علاش داك خونا دا، يعني مؤخرا المواضيع ديال الزواج والطلاق والمحاكم والحباسات الله يحفظ بزاف. سو الا كان عجبكم نقدروا نديروا شي موضوع نهضروا على القوانين، وعلاش بزاف ديال المغاربه هنا اون جينيرال في الغربه كيديروا هذا الغلط الكبير، كيتزوج ما عارفش القوانين هنا، ما عارفش شنو خاصو يسيني مع ديك المراه وشنو يدير معاها باش يحمي راسو ويحميها حتى هي، حتى هي كذلك باش يحمي راسها باش تحميه هو. المهم كاينين بزاف ديال المواضيع والقوانين اللي الانسان بزاف ما كيعرفهمش، كيجي لهنا صافي غير تيبدا يخدم تيبدا يدخل الدولار، كينسى انه راه هادي واحد اخر قانون واحد اخر، ما كيراجع حتى شي حاجه، في الاخر كيغرق كيف كتشوفوا بحال اللي شفنا مؤخرا. فنبداو نجريو. عشان فيها ما ندوي ها انتما، شو غتبان لكم؟ كمان شالي 40 دقيقة ونص، المهم 40 دقيقة ونص، ولكن مازال ما ساليتش، غادي نريكيبيري دابا باش نريكيبيري غنتمشى، باش غندير شوية ديال لي موفمون، شوية ديال بوش ابس، ستراكسيون، كرش، مورا إن شاء الله غادي غنتمشى، وغادي نذكر على واحد النقاط مهمين بزاف، لأنه حنا ما عايشين تا بزاف هاد البلاد، حنا ما عايشين والو غير تمارا والدمير. نشوف واش والدينا ما عندناش باش نهبطوا للمغرب صراحه، يعني كنخبيو داكشي كاع. علاش؟ لانه ما نقدروش نقولوا، غير يضحكوا علينا الناس، خصوصا حنايا كبرنا في واحد تخاف، كنخافوا من الناس يحكموا علينا، وداكشي علاش ما كنقولوش كلشي. نتوما في امريكا ما عندكم الحياه، لا 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 وقت لا حتى شي حاجه، ما كتشوفوش حتى والديكم، ماما معذبين بعاد، مالكم على حالتكم. شوف خاصك تعرف ان هاد الناس اللي كيقولوا هاد الهضره هادي لربما سامعينها من عند واحد الناس اللي هما معروفين عندنا هنا في امريكا، وهما دوك الناس اللي كيجيو هنا كيبقاو يخدموا ثلاثه الخدمه في النهار، حيت معروف ان امريكا يعني تقدر تخدم 24 ساعه الا بغيتي تخدم، ما كاينش اللي غيشدك كاع، تسالي من خدمه لخدمه اخرى. الوغ فاش كنجي لهنا مثلا كنلقى واحد الانسان اللي هو 10 سنين 20 عام في امريكا كيخدم جوج ثلاثه خدام، انت كيفاش بغيتي هذا الانسان هذا غير لقى الوقت يمشي يجلس مع عائلته ولا يجلس معاك ولا يهضر معاك في التليفون بالسوايع، حتى لقى واحد ربع ساعه في البريك ديالو
كيجي كيهضر معاك كيبقى يقولك انت كتشوف غير الخدمه والخدمه والخدمه ما كاينش راحه. الوغ المشكل ماشي فينا حنا كاملين اللي في امريكا، المشكل في داك الانسان لانه فجل هنا. لربما كتلقاه يعني السيد مجوع فباغي غير يجمع بزاف ويعمر تحت الجليجه بزاف باش يهبط للمغرب يعلم الله شنو فراسو، ولا كتلقاه عنده كريديات الله يحسن العوان، كاين اللي كتلقاه عنده كريديات مشاكل عائله كبيره في المغرب هزها مسكين على درعه. راه كتشوفوا الجاليه شحال كيديروا ديال تحويلات الاموال في العام. الوغ راه كاينين اسباب، فمنين تجي لهنا وتقول لي مثلا ما عندناش الوقت، ما كنلقاوش كيفاش نجريو، ما كنلقاش كيفاش نخدموا نسافروا نمشيو لصالح، هذاك الشيء كامل راك انت اللي كديرو. راه في امريكا تخدم 40 ساعه، علاش هما سماوها المينيموم ويج؟ الوغ واحد السوايع القانونيه اللي خاص الانسان ولا الشركه ولا المشغل ما يعطيهولكش قل منهم، حيت الا خدمتي 40 ساعه منهم فكون اكيد انهم ديجا هاد الولايه ولا البلاد ديال هاد البلاد داروا المحاسبه والحساب، لقاو ان ديك الفلوس كافيه ان الانسان يعيش بها ويخلص الكرا ويخلص البيلات ويشيط واحد البركه قليله. اما الا كنتي انت مزوج وعندك مراه فلا خدمتي انت بمينيموم ويج، وخدمتي بمينيموم ويج كافيه انك تعيش انت وتعيش هي وتعيش ولادكم. الوغ ما يجيش الانسان يبقى يقول لك بلي البلاد ما كاين فيها حتى شي حاجه، ما كاين لا وقت ما كاين لا حياه لا حتى شي حاجه. راك الوقت انت اللي كديرو لراسك، الخدمه انت اللي كديرها لراسك، القيمه انت اللي كديرها لراسك. راه كاين الناس هنا اللي كيخدموا غير 30 ساعه في السيمانه وتبارك الله كيخدموا مخيرين، كاين الناس اللي كيخدموا غير من الدار، كاين الناس اللي كيخدموا غير 3 ايام وكيمشيو يقراو 4 ايام وعايشين بخير. كنحاولوا دائما نشدوا غير السلبيات ديال واحد الحاجه ديال واحد البلاد ونحل قلت انستاليو على الناس كاملين وصافي، ناخذوا فكره على ان ديك البلاد ولا ديك الحاجه هي اللي خايبه. وكاين الناس اللي كيقولوا هادشي هذا باش يمنعوا ناس واحد اخرين ما يجيوش، بحال دابا انا وبعض الناس اللي كيديروا المحتويات في امريكا فكنتعرضوا بزاف ديال الهجوم، وما عمرني انا جاوبت عليهم، عمر درت شي فيديو كنجاوب دوك الهجوم والكومنتات السلبيه من عند الجاليه اللي هنا في امريكا اللي ديما تيقولك بلي داكشي كاملين اوهام كذوب تيزيدوا فيهم. فهما ما بغيش يقول لكم الحقيقه، ولا كان شي كامل اوهام نوض سيدي دير لنا فيديو ورينا الحقيقه. الا كنتي سيدي مثلا متشرف فشي بلاصه وهذوك الارقام اللي كنقولوا ولا اللي كنطلعوا معايا في اللايف ما كنوصل ليهمش، نجيو لعندك اخويا ونعاونوك. هادشي اللي كاين. فبلا ما نكذبوا على بعضياتنا، فهاد البلاد كتبقى من احسن البلدان في العالم كاملين، البلاد الوحيده اللي فيها سمح لي كنهضر معاكم ومن بعد بجريت عرفتي السوفر راكم عارفين. سو البلاد الوحيده اللي كتبقى انها تقدر تخدم اكثر من خدمه في النهار ولا في السيمانه، ما كنظنش كاين شي بلاد في العالم خصوصا بعد اوروبا اللي تقدم جوج خدمات تسال ثلاثه الخدمات. فما يجيش لواحد يبقى يقول لكم بلي بعيده، كاين اللي كيقول لكم بلي ما كيجيوش الوالد ديالهم كيشوفهم على مره في 3 سنين 4 سنين نو، هذاك الشيء كامل. كاين كاين صحابي اللي كيمشيو جوج المرات في العام، كنهضر على صحابي ما كنهضرش على سمعت. الوغ القضيه ديال البعد كاين فريمون، البعد كاين موجود، الخدامي موجودين، تقدر تخدم خدمه وحده توكلك تشربك تخلص البيلات وتعيش حتى مورين الدار. وكاين اللي كيبغي يتمتع بالحياه ويخدم غير خدمه وحده ويسد فمو ويقولش الوهم، حيت عارف راسو لو بغا ينوض يخدم ويدير خدمه اخرى يدخل اكثر، ولكن ما غيلقاش الوقت الله صالح والجري وتلا في راسي. المهم هذا كان فيديو خفيف خفيف ظريف خفيف، مازال الفيديو ان شاء الله جايين غادي يكون واحد الفيديوهات نوع اخر ان شاء الله، غادي موتيفيو بزاف الناس وغادي يكون واحد الفيديوهات اللي شويه زوين اي واحد غيبغيهم نخلي لكم مفاجاه. ولكن عندكم شي حاولوا تخليهم لي في كومنتار ان شاء الله دابا نجاوب عليهم ونديروا عليهم فيديو، نبقى نحاول ندير فيديوهات بحال هكايا. ومهم نستافدوا كاملين، ما تنساوش بارطاجيو، راه ما كتبارطاجيو ما كديروا حتى شي حاجه، كومنتارات قلال تنتقدني مرحبا على الراس والعين، نقرا الكومنتات نجاوب خويا. لكن شي حاجه نستافدوا كاملين اي حاجه مرحبا بكم، وما تنساوش لايك وبارطاجيو. نشوفكم ساعه الخير.